هذا البرنامج برعاية QNB. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. 6 أشهر منحها المشرع القطري لأرباب العمل في قطر لتسوية أوضاع العمالة لديهم فيما خص تحويل مرتباتهم ومعاشاتهم الشهرية إلى واحدة من المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر وبالريال القطري. هذا الأمر يأتي في سياق التعديل الحاصل على قانون العمل الذي أقر هذا الأسبوع وصدر بقانون. هذا القانون يفرض غرامة مالية ما بين 2000 إلى 6000 ريال قطري على المخالفين، إضافة إلى المخالفة وهي السجن لمدة شهر لمن يخالف هذه التوجيهات وهذا القانون. أيضا في قطر هذا الأسبوع تصدر البيانات المجمعة للبنوك القطرية، لافت فيها تراجع موجودات البنوك بنحو 36 مليار ريال قطري. هذا أمر لافت، من 1.11 تريليون إلى 976 مليار ريال قطري. أيضا اللافت في هذه البيانات المالية ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى 100 مليار ريال قطري. 100 مليار ريال قطري هو حجم القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك القطرية لعملائها في دولة قطر. أعتقد بأنه رقم كبير جدا، كبير جدا بالفعل، 100 مليار ريال قطري. هذا الأسبوع أيضا تستكمل الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر الإفصاح عن بياناتها المالية والتوصية بتوزيعات الأرباح. السوق حتى الآن لم يستجب حقيقة لهذه النتائج وكذلك التوصية بالتوزيعات. يبدو بأنه العوامل الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة والوضع الاقتصادي العالمي حتى الآن يكبل ويربك القرار الاستثماري للمساهمين وحملة الأسهم في بورصة قطر. المشوار ابتدى، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. وكما جاء في مقدمة هذه الحلقة، مصرف قطر المركزي يعلن عن أرقام البيانات المالية المجمعة للبنوك العاملة في دولة قطر عن شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر. اللافت فيها كما أشرت هو التراجع الحاد في قيمة الموجودات بقيمة 36 مليار ريال قطري، من 1.11 تريليون إلى 976 مليار ريال قطري، تراجع 3.5%. ربما هذا يعطي بعض الإشارات إلى النتائج المالية المرتقبة للبنوك العاملة في قطر في الربع الأول من هذا العام. أيضا اللافت في هذه الأرقام هو الانخفاض الواضح في حجم الودائع والقروض الممنوحة للقطاعين العام وكذلك الخاص، وهذا يعتبر أمر لافت. وكما أشرت في البداية بأنه حجم القروض المقدمة للاستهلاكية هو مرتفع للغاية، 100 مليار، بينما التمويلات المقدمة للقطاع العقاري بالكاد وصلت إلى 97 مليار. تراجعت موجودات البنوك العاملة في قطر بنسبة 3.5% خلال كانون الثاني يناير الماضي مقارنة بسابقه ديسمبر، هبوطا من 1.12 تريليون ريال قطري إلى 976 مليار ريال. مصرف قطر المركزي الذي أعلن عن البيانات المالية المجمعة للبنوك القطرية ارتفعت لديه ودائع البنوك المحلية بنحو 300 مليون ريال إلى 40 مليارا و300 مليون ريال قطري. توزع اسما بين 28 مليارا و600 مليون ريال كرصيد احتياطي إلزامي ونحو 12 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة للبنوك. ودائع الحكومة والقطاع العام في يناير 2015 تنخفض هي الأخرى بنحو 13 مليارا و300 مليون ريال إلى نحو 215 مليار ريال، لتبقى عند 46 مليار للحكومة و128 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، في حين سجلت قروضها أي الحكومة والقطاع العام انخفاضا بنحو 16 مليارا ونصف المليار ريال لتصل إلى 217 مليار ريال قطري. منها 140 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بانخفاض قدره 300 مليون ريال، فضلا عن انخفاض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية بنحو 1.1 مليار مليون ريال قطري إلى مستوى 102 مليار ريال، ما يعني انخفاضا أيضا في مجمل الدين المحلي بنحو 17 مليار و800 مليون ريال قطري وإلى مستوى 318 مليار و600 مليون ريال.
القطاع الخاص وانخفاض آخر في ودائعه لدى البنوك القطرية بنحو 2,700,000,000 ريال إلى 312,400,000,000 ريال قطري، بينما سجلت القروض ارتفاعا بنحو 4,200,000,000 ريال لتناهز 348,500,000,000 ريال، من بينها أكثر من 100,000,000,000 ريال قروض استهلاكية و 97,000,000,000 ريال قروضا عقارية. أيضا في قطر هذا الأسبوع أعزائي المشاهدين، الهيئة الأشغال العامة ترسي عدد من العقود مع عدد من الشركات المحلية لبناء حزمة جديدة من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في عدد من المناطق خاصة في العاصمة الدوحة وكذلك الخور والوكرة، ويأتي هذا الموضوع في إطار سياسة الدولة تطوير خدماتها في الجانب التعليمي وبالتالي الاستثمار في الإنسان الذي يعتبر هو غاية الحياة ومنطلقها بنظر الحكومة القطرية. طبعا الحمد لله احنا اليوم وقعنا عقود لتنفيذ 17 مدرسة و6 رياض أطفال، قيمة هذه العقود 1,246,000,000، وهي تجي ضمن خطة تنفيذ المدارس والمنشآت التعليمية اللي هي بالتنسيق تصير مع المجلس الأعلى للتعليم. هذه العقود ربما جاءت في وقت أن التوجه العام هو يتجه نحو الترشيد في بعض المشاريع، هل هناك بعض المشاريع الخاصة بأشغال ربما ستؤجل أو تلغى مثلا في ظل هذا التوجه؟ والله احنا نشوف أن الدولة كلها يعني حاطة اهتمامها في بناء البنية التحتية، سواء كان البنية التحتية للطرق وأيضا للمنشآت التعليمية والمنشآت الصحية، فنشوف هذا يدل دلالة أكيدة على استثمار الدولة في هذه القطاعات التي تهم يعني نمو المجتمع ونمو المواطن ونمو الاقتصاد، وترتكز إلى رؤية 2030 اللي ترتكز أيضا على عدة دعائم من ضمنها التنمية البشرية. نفهم بأن الهيئة ملتزمة بتسليم كل المشاريع رغم هذا التوجه يعني؟ طبعا احنا ملتزمين من ناحية تسليم المشاريع، بس مثل ما قلنا الدولة لها اهتمامات في تنمية قطاعات معينة وخاصة قطاع البنية التحتية وقطاع التعليمي وقطاع الصحي، فاحنا ملتزمين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المسؤولة عن التعليم مثل المجلس الأعلى للتعليم أو القطاع المسؤول عن المنشآت الصحية المجلس الأعلى للصحة بتوفير هذه المنشآت. أنتم قد أعلنتم سابقا عن القيمة عن التكلفة الإجمالية للمشاريع التشغيلية، ماذا عن التكلفة الخاصة بسنة 2015؟ والله سنة 2015 يعني لحد الحين احنا في ضوء تحديد المتطلبات والمباني المطلوبة، إذا كنا نتكلم عن قطاع المباني، لكن في تحديد الموازنات المطلوبة للعقود الجديدة اللي سوف ترسى إن شاء الله في يعني السنة المالية 2015-2016. كما أشرنا أعزائي المشاهدين، تتواصل خلال هذه الفترة أعلان الشركات والإفصاء عن بياناتها المالية عن العام المالي 2014، بالمجمل جاءت في إطار ما هي متوقع هذه النتائج وكذلك التوصية بتوزيعات الأرباح، كما هو الأمر بالنسبة للطبية أو ما يعرف في المستلزمات الطبية هنا في قطر. هذه الشركة ما تزال حتى الآن تراكم الخسائر فوق الخسائر، جملة خسائر هذه الشركة بنهاية العام المالي الفائت 23,500,000 ريال قطري، العائد على السهم ينخفض سالبا إلى 55 درهما، وكذلك المديونية تتجاوز 94,000,000 ريال قطري. القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية من بين أصغر الشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر، من حيث رأس المال البالغ حاليا 115,000,000 ريال بعد الزيادة التي أقدمت عليها الشركة في العام 2008 بالاكتتاب على 100% من رأس المال بالتوافق مع الشركة سيكمان جي ام بي اتش الألمانية المالكة ل6% من رأس المال، وبنكي كيو ام بي والتنمية المالكان لحصة 20% منصفة. يعود تأسيس الشركة إلى العام 2000، وانتظر مجلس إدارتها 6 سنوات لإطلاق أول مصانع للشركة لإنتاج الحقن الطبية في العام 2006 الذي شهد تصدير أول منتجات الشركة إلى السوق الخليجي ومن ثم إلى السوقين العراقي والليبي فيما بعد، دون أن تجد طريقها إلى السوق المحلي حتى الآن.
تعيش الشركة تحت وطأة تراكم الخسائر منذ سنوات، وآخرها المسجلة في العام 2014 التي نهزت 23 مليون ونصف المليون ريال قطري، ما ساهم في تراجع العائد على السهم إلى خسارة قدرها 55 درهما عن كل سهم. تراجعت حقوق المساهمين في الشركة إلى نحو 164 مليون ريال قطري بنهاية العام 2014، وكذلك أصولها إلى 259 مليون ريال قطري، بينما قفزت ديون الشركة المتداولة وغير المتداولة إلى 94 مليون ونصف المليون ريال. في المقابل توصيت مجلس إدارة شركة قطر للوقود بتوزيع 9 ريالات فقط خيبت آمال وتوقعات مساهمين وحملة أسهم هذه الشركة الذين كانوا يتوقعون توزيعات مماثلة لما كانت عليه في العام الماضي والارتقاء برأس المال إلى مستوى المليار. مجلس الإدارة ارتقى توزيع 9 ريالات فقط هذا العام قبل العام الماضي، لكن النتائج جاءت في طار ما هي متوقع، مليار و130 مليون ريال قطري. اللافت في هذه النتائج أن هناك نمو في الموجودات بنسبة 10%، 10 مليار و500 مليون، وكذلك نمو في حقوق المساهمين وحقوق الملكية، لكن المدنية ارتفعت إلى 4 مليارات و200 مليون ريال قطري. قطر للوقود اللاعب شبه الوحيد في ميدان توزيع وبيع المنتجات البترولية المكررة في السوق القطري بما فيها الغاز المنزلي، ومزود وحيد لشركات الطيران بوقود الكروسين وكذلك السفن بوقود الديزل، فضلا عن توزيع مادة البيتومين أو ما يعرف بالإسفلت. نشاط رئيسي سبق احتكار الشركة المملوكة بنسبة 40% لقطر للبترول لخدمات الفحص الفني للمركبات المسجلة في الدولة، بعيد استحواذها أي وقود على كامل أسهم شركة الفحص الفني في العام 2009. تأسست وقود في العام 2002 كشركة مساهمة عامة مسجلة في سوق قطر للأوراق المالية برأس مال 100 مليون ريال، ليتضاعف هذا الرقم بشكل سنوي مدفوعا بتوزيعات أسهم عينية وصولا إلى 845 مليون ريال بنهاية العام 2014. نمت أصول الشركة إلى 10 مليارات و500 مليون ريال وحقوق المساهمين بنسبة 8% إلى 6 مليارات و670 مليون ريال بنهاية العام المالي 2014، الذي شهد نموا طفيفا في الأرباح لم يزد عن 1% إلى مليار و130 مليون ريال قطري، بينما قفزت في المقابل مطلوبات الشركة ومديونيتها إلى أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال نتيجة للتوسع الكبير الذي قامت به الشركة خلال السنوات الخمس الماضية. وتخطط وقود بحسب الإدارة التنفيذية للشركة للتوسع في المنطقة الخليجية وأوروبا، مستفيدة من امتلاكها لعدد من السفن في المياه الإقليمية لتوصيل منتجات الشركة إلى القارة الهندية. أعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم في هذه المتابعة لفقرات حلقة عين على قطر، والتي سوف نخصص قسمها الثاني تفصيلا للحديث عن الجمعيات العمومية التي انعقدت هذا الأسبوع في قطر. لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية QNB. هذا البرنامج برعاية QNB. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. تتواصل هذه الأيام انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر. مساهمو مصرف قطر الإسلامي هذا الأسبوع كانوا على موعد مع مجلس الإدارة، تمت المصادقة والموافقة على البيانات المالية للمصرف والمركز المالي والخطة المستقبلية، تمت أيضا المصادقة على ما أوصى به مجلس الإدارة من توزيعات نقدية بقيمة 42.5% بواقع 4.25 ريال عن كل سهم مملوك بتاريخ انعقاد الجمعية. أيضا اللافت في هذه الجمعية غير العادية، أيضا كان هناك جمعية غير عادية، الموافقة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك رأسمالية غير مدرجة بقيمة 5 مليارات ريال قطري
تمت المصادقة عليها. الإدارة التنفيذية تحدثت بأن الهدف من هذا الإصدار هو زيادة رأس المال من غير الأسهم، تقوية المركز المالي للمصرف للاستحقاقات المقبلة المتعلقة ربما باستحواذات هنا أو هناك، وتلبية لمتطلبات بازل ثلاثة فيما يتعلق بزيادة ورفع كفاءة رأس المال. أيضا بدورهم مساهمو شركة الخليج الدولية للخدمات وفي اجتماع جمعيتهم العمومية العادية يصادقون على البيانات المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر والخطة المستقبلية. كذلك وكما كان متوقعا تمت المصادقة والموافقة على ما أوصى به مجلس الإدارة من توزيعات نقدية 55% بواقع 5.5 ريالات عن كل سهم مملوك بتاريخ انعقاد الجمعية. التقينا الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم مناع وتحدث تفصيلا عن خطة الشركة في العام 2015 التي تعتبر هذا العام عام تحدي في ظل تراجع أسعار النفط بأكثر من 50% من أعلى سعر كان قد سجله في يونيو حزيران الماضي. يعني احنا نجدد الثقة حق المساهمين ونبين لهم هذه الثمار هذه النتائج للشركة، وإن شاء الله احنا راح نستمر في الاداء على هذا النطاق. معدل نمو 108% في الارباح، 3.9 مليار ايرادات لاول مره، 50% تقريبا من هذه الارباح متاتيه من قطاع الحفر. قطاع الحفر له علاقة بقطاع البترول، الآن تعلم ما الذي يجري في أسواق الخام عالميا، بالتالي تأثير هذا المحتمل على عمل الشركة كيف سوف تتعاطون معه؟ وطبعا احنا اعتقد احنا جددنا العقود في غالبية المنصات، حتى المنصات اللي جاية في السنة والسنة الجاية العقود متفق عليها مع قطر البترول أو عملائنا الثانيين على أسعار السوق وقت ما كان البترول فوق $100، وهذه مستمرة. يعني العقود بعضها 3 سنوات وبعضها 5 سنوات. لكن في المقابل عم نلاحظ انه صحيح في معدل نمو قوي، ولكن هناك ارتفاع في القروض يعني من 1 مليار إلى 7 مليار. طبعا في المقابل ايضا في الموجودات زادت 7 مليار نتيجه يمكن استحوذتوا على 30% في شركه اليابان. وطبعا هو غالبيه هذه شوف القروض اللي طرأت مره واحده، ان بعد الاستحواذ على حصه اليابانيين في الخليج الحفر طريقه المحاسبه صارت اللي هو الفول كونسوليديشن، يعني فقمنا نسجل الديون على دفاتر الخليج الدولية. في السابق ما كانت تسجل الديون، فغالبية الديون هذه هي ديون متعلقة بالخليج الحفر، وطبعا الخليج الحفر يعني مردودها عالي وراح تسديد ديون يعتبر يعني على المستريح مثل ما يقولون. من الشركات التابعة طبعا شركة هليكوبتر الخليج، أنتم موحدين تقدموا هذه الخدمة، رفعتوا عدد الطائرات إلى 60، لكن في المقابل القطاع الطبي الذي كان يستفيد من هذه الخدمة ربما تخلى عنكم، بالتالي ما خياراتكم لإعادة تنشيط عمل الشركة؟ هو طبعا يعني مثل قطاع الهليكوبتر الخدمات الطبية يعني مثل جزء بسيط، يعني كانت هليكوبتر أو ثنتين، وكان قرار الحكومة أن يتجهون حق مقدم خدمة ثانية، وبس أعتقد إحنا يمكن لحد الآن نحن الأفضل في السوق في هذه الخدمة، ويمكن يصير تغيير على الموضوع هاي. شركة الكهرباء والماء أيضا تصادق أو يصادق مساهموها على ما جاء في البيانات المالية والقوائم قوائم الدخل والخطة المستقبلية والمركز المالي للشركة في العام 2014. كذلك أيضا تمت الموافقة وكما كان أيضا هو متوقع المصادق على التوزيعات 70% نقد بواقع 7 ريالات، ربما كانت أقل مما كان هو مأمول العام الماضي، وزعت 7 ريال إضافة إلى 10% أسهم مجانية. ولكن بالمجمل أرباح الشركة نمت بشكل واضح إلى 1.5 مليار ريال قطري بنهاية العام المالي 2014. حقيقة لو لاحظت الأرباح الموزعة السنة هذه كنسبة عائد على السهم هي نفس العام اللي 75%، لكن كمبلغ فاحنا وزعنا العام 750 مليون ريال قطري، السنة وزعنا 825 مليون قطري، وهذا يرجع أن أرباحنا 11% أعلى من العام الماضي. كذلك بالعودة إلى نشاط الشركة، ماذا عن المشاريع القادمة من أجل توسيع وتقوية القدرة الكهربائية إلى 12 ميجاوات بحلول عام 2022؟
هي حقيقة يعني شركة الكهرباء تنظر إلى استثماراتها من ناحيتين، الناحية المحلية مثل ما قلت عام 2022 راح يكون في طلب عالي على الكهرباء بسبب المشاريع المتعلقة بمشاريع الرياضة مع كأس العالم مع عام 2022، لكن الشركة تنظر أيضا للمشاريع العالمية. ولو لاحظت يعني منظور الشركة بالنسبة للمشاريع العالمية كان تركيز أكبر من خلال إنشاء شركة نبراس للطاقة، واللي تمتلك الشركة فيه 60% ومشاركة قطر البترول وقطر القابضة. فالشركة تنظر الآن إلى أن الاستثمارات العالمية تأخذ الأولوية على الاستثمارات المحلية. الاستثمارات المحلية مثل ما أنتم لاحظتوا أن شركة الكهرباء الآن تمتلك 60% من مشروع المشاريع الجديدة. هذا الأمر ما كان في الماضي، كان شركة الكهرباء تتراوح نسبة ما بين 40 إلى 45. هذا إذا أخذنا في الاعتبار إحنا شرينا حصة AES في مشروع راس لفان اللي يبلغ 55%. فالشركة الآن تبنت منظور أن مساهمتها في المشاريع المستقبلية راح تكون 60% وثابتة في المشاريع المحلية. ذكرتم نسبة استحواذكم على شركة نبراس للطاقة، ما الإضافة التي شكلها دخول نبراس للطاقة لديكم؟ هو شركة نبراس للطاقة أنشئت باتفاق ما بين قطر البترول وقطر القابضة، فهي إنشاء شركة جديدة تركز في المشاريع العالمية. وشركة نبراس لديها فرص استثمارية كثيرة في العالم، خاصة مثل ما أنت عارفين أن قطر البترول الآن ضمت قطر البترول العالمية. بعض مشاريع قطر البترول العالمية قد تكون فرص لشركة نبراس للطاقة أن تدرس الأصول الموجودة لقطر البترول العالمية التي في قطاع الكهرباء إن كانت موجودة وتقوم بشرائها. إضافة لذلك أن السوق العالمية الآن توفر أو تفتح الباب أمام الاستثمارات العالمية. فمشاريع الكهرباء في شمال أفريقيا ومعظم مناطق الشرق الأوسط إضافة إلى منتصف أفريقيا وشرق آسيا كلها تعتبر فرص استثمارية تحقق عائد ما بين 8 إلى 10%، وهذا عائد جيد إذا نظر مقارنة بالفوائد على الديون المنخفضة جدا. فتعتبر الفرص الاستثمارية تحقق ما بين 8 إلى 10 ممتازة جدا. أيضا وكما كان متوقعا تمت المصادقة والموافقة على جميع بنود أعمال اجتماع الجمعية العمومية للبنك الأهلي القطري الذي ارتقى برأس ماله بعد موافقة الجمعية العمومية إلى 1,850,000,000 ريال قطري بعد إضافة الأسهم المجانية التي توافق عليها المساهمون، إضافة إلى 25% نقد التي كان قد أوصى بها مجلس الإدارة. في المقابل كما أشرنا تمت الموافقة على المركز المالي للشركة، قائمة الدخل، التدفقات المالية والخطة المستقبلية. أيضا بهذه المناسبة كانت الشركة المصرف أو البنك الأهلي القطري وفي إطار توسيع خدماته في السوق القطري كان افتتح أحد الفروع لديه في منطقة اللقطة هنا في دولة قطر، وذلك أيضا تماشيا وتماهيا مع إطلاق الهوية الجديدة للشركة التي بدأت مطلع هذا العام. إذا تشوف سجلنا زيادة رأس المال في 2012، أسهم في 2013 جميع توزيعاتنا وتوزيعات فيها أسهم، هذه وصلنا إلى مرحلة يعني اكتفاء في رأس المال في الوقت الحاضر. طبعا أي زيادة ثانية راح تكون لها بعد قفزة ثانية في الموضوع هذه 100% خلال 3 سنوات. طبعا يعني حتى حجمنا كبر كثير في الثلاثة 4 سنوات اللي راحوا. طبعا الزيادة الكبيرة تريد لازم انت بعد توظفها، فلازم يكون هناك لها توقيت سليم في الموضوع، وبعدين بأي آلية تريد تنمي يعني أو ترفع رأس مالك، هل راح تكون سندات على رأس مالية أو تكون على أسهم. فهذه طبعا سابق إلى أوانها، لأن احنا يعني في الوقت الحاضر ما عندنا أي خطة، مكتفين بالموجود. أخي صلاح، أنت تعلم أنه عام 2014 عام جيد، لكن عام 2015 لن يكون جيدا على الجميع، بنوك وغير بنوك. بالتالي ما هي الخطة، ما هي آلية العمل، ما هي التحركات التي سوف يقدم عليها البنك الأهلي للمحافظة على المكاسب التي سجلها في العام 2014 على الأقل؟ المناخ الاقتصادي خارج قطر شوية في تحفظ عليه، ولكن في داخل قطر في رأينا أن احنا ماشيين على خطة معينة
وما نعتقد أن التأثير راح يكون كثير، خصوصا أن قطر راح يكون تأثيرها يعني لو استمر الأوضاع وخصوصا أسعار البترول على المدى المتوسط يمكن يكون في هناك ترشيد للإنفاق أو تأخير في هذه، ولكن هذه احنا نعتقد ان هذا الموضوع موضوع مؤقت، والخطة التعمير في دولة قطر مستمرة وتأثيرها بالنسبة لنا راح يكون قليل، خصوصا ان احنا تركيزنا على سوقنا في قطر. حصتك من القطاع المصرف في قطر الآن وما هو متوقع منه؟ احنا حصتنا طبعا اكثر من 3%، 3.2 او 3%، وهي ارتفعت عن 2.6 في 2012، ففي تطور كبير. طبعا حصتنا في السوق راح تستمر على يعني في نمو معقول في الموضوع، لان انت اذا كبرت الحصه بطريقه كبيره يعني لها مخاطر طبعا الميزانيه، فانت لازم تكون يعني نموك يكون مدروس وبالتهني، قليلا مستمر وليس كثيرا من قطع. لفت نظري في البيانات الماليه وانا اقراها هناك نمو ب 4 مليار بالقروض لاول مره تتجاوز الودائع، ودائع نمت مليار، القروض 4 مليار، عم نتحدث 21 مليار وشوي قروض بينما 19 ودائع او 20 ودائع، كيف تفسر هذا الامر؟ اوكي سهل، القروض طبعا زادت اواخر في ديسمبر، عندنا بعض العمليات سكرناها في ديسمبر، يعني ما كانت طول ما جاتنا اخر الفتره. فسكرناها بطريقة سريعة في ديسمبر، وعندنا بعض الودائع يعني مثلا ما نمت بنفس النمو اللي توقعناه، فهي هذه تفسيرنا لها، ما راح يمكن النمو في 2015 يمكن ما يكون بهاي بهاي النسبة، ولكن كنا يعني حظيظين ان احنا فعلا سكرنا قروض مجدية كذا، وهي اللي تعطينا المردود، راح تعطينا المردود يعني ايجابي في الربع الاول والثاني من 2015. اعزائي المشاهدين، ومع البنك الاهلي تكون حلقة عين على قطر لهذا الاسبوع قد وصلت الى اخر محطاتها. في الأسبوع المقبل نلتقي، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية QNB.